طيب يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن شابتر السمنتم، تمام؟ طيب، لو عايزين نتكلم عن شابتر السمنتم، فشابتر السمنتم شابتر بسيط ان شاء الله، ما يكونش في اي حاجة. اولا، ايه تعريف السمنتم؟ السمنتم ده عبارة عن specialized calcified connective tissue covering the anatomical root. مبدئيا كده السمنتم ده specialized، متخصص، حلو. calcified، وكلمة calcified هي كلمة mineralized يعني صلب، تمام. طبعا هو connective tissue، خلاص احنا عرفنا بس الابيثيليوم هو الانامل. كفرنج الاناتوميكال روت، بيغطي هنا الاناتوميكال روت مش الكلينيكال روت، وشرحنا الفرق بين الاناتوميكال والكلينيكال اصلا. طيب، قال لك السمنتم ده جزء من حاجه اسمها البريدونشيم. مين هم البريدونشيم؟ او يعني ايه كلمه بريدونشيم؟ كلمه دونشيم معناها اسنان، حلو. بري معناها حوالين، فكلمه بريدونشيم يعني ما حول الاسنان. مين اللي حوالين السن؟ السمنتم. مين تاني؟ بص كان، بص على الصوره دي، فين اللي حوالين السنه؟ قال لك حوالين السنه، لو جينا نتكلم على الروت فالسمنتا. طب مين تاني حوالين السنه؟ قال لك حوالين السنه برضو الجينجيفا، صح. طب ايه تاني؟ البي دي ال. طب ايه تالت؟ البون. يبقى بكل بساطه ايه هي البريدونشم؟ قال لك البريدونشم عندك السمنتا، بي دي ال، بون، الثلاثه اللي جنب بعض دول، والجينجيفا فوق، تمام. يبقى هي السمنتا، بي دي ال، بون، اند جينجيفا، تمام يا جماعه. طيب السمنتم يا جماعه، قال لك هو عامل شبه العظم، بس السمنتم مختلف عن العظم في شويه حاجات. ايه هم؟ السمنتم ده يا جماعه افاسكولار، ما فيهوش اي وعيد ميه، وما بيقدرش يعمل ريمودلنج. يعني كلمه ريمودلنج يا جماعه؟ العظم عنده القدره يا جماعه ان هو يبدا ان هو يعمل ريمودلنج. يعني ايه؟ ان هو يحصل له حاجه اسمها بون ديبوزيشن وبون ريسوبشن. يعني ايه يا جماعه؟ يعني طبيعه العظم اصلا بياخد العظم، مثلا دلوقتي بيتصنع عظم جديد، وانا بصنع عظم جديد بكسر العظم القديم، بتيجي خلايا اسمها اوستيوبلاست. كلمه اوستيو معناها عظم، بلاست معناها تكوين. خلايا بتكون عظم، وفي نفس الوقت خلايا بتكسر العظم القديم، وهكذا. السمنتم ما عندوش الحته دي. اذا السمنتم افاسكولار، ما فيهوش اي اوعيه دمويه، ما بيقدرش يعمل ريمودلنج، تمام. بس عنده ميزه مش موجوده عند العظم، هاي ريزيستنت ريسبشن، عنده مقاومه للتاكل رهيبه على عكس العظم، تمام يا جماعه. طب قال لك في الكلينيكال كونسيدريشن ذيس ديفرنس، الاختلاف بينهم ده از ريزيستنت ريسبشن. اختلاف بينهم يا جماعه ان العظم بيحصل له ريسبشن قبل السنه. فذيس ديفرنس ان ريزيستنت تو ريسبشن ليد تو ذا ديفلوبمنت اوف الاورثودونتيك ساينس. بدا بقى العلماء، وده هنا الكلام يا جماعه، الاورثودونتكس. ايه الاورثودونتكس؟ اللي هو علم التقويم. علم التقويم يعتمد عليه يا جماعه. هو احنا بنعتمد في التقويم عليه؟ انا بعتمد في التقويم اللي انا احط البراكت بتاعي او التقويم بتاعي بحطه على السمنتم، ما ينفعش احطه على العظم لان العظم بيتاكل. فانا هنا يا جماعه الديفرنس في الريزيستنس، اختلاف المقاومات في الريسبشن، خلينا دلوقتي تعلم الاورثودونتك بدا يتطور. انا بدات احط على السمنتم لان عارف السمنتم عمره ما هيحصل له ريسبشن بسهوله، عمره ما يحصل له تاكل، على عكس لو حطيته على العظم هيحصل له تاكل، تمام. طب ايه الفيزيكال بروبرتيز عندنا؟ الهاردنس، الصلاده. بس خلي بالك الصلاده طبعا اقل من الدنتين واقل من الانامل. لونه بيبقى لونه دايما مصفر، لو جبت سنه كانت لونها مصفر، وبقى ليه كلاستر، يعني ما فيهاش لمعان خالص، بتبقى معتمه. البرميبيليتي طبعا سيمي بيرمبل، تمام يا جماعه. وفي عندنا نوعين من السمنتم هنتكلم عنهم دلوقتي. السمنتم في نوع اسمه سيلرز سمنتم، يعني السمنتم بتاعنا بيتقسم لجزئين، جزء بيبقى فيه خلايا وجزء ما فيهوش خلايا. اذا السمنتم عباره عن جزئين، جزء فيه خلايا سميناه سيلولار سمنتم، وجزء ما فيهوش خلايا اسمه اسيلولار سمنتم. هنلاقي طبعا النفاذيه اكتر في مين؟ اكيد في جزء اللي فيه خلايا، يبقى سيلولار سمنتم مور بيربل ذان الاسيلولار سمنتم. طب بالنسبه للثيكنس، قال لك بيختلف. يعني ايه بيختلف؟ بص انت عندك في الصوره دي، بص كده، بص انت عندك في الصوره دي بتاعت السمنتم، السمنتم لونه اخضر، وقول لي كده السيكنس مختلف ولا لا. انت فكر كده وقول، يعني انت يعني من انتباهك كده تبص كده وتشوف السمنتم فين، يعني فين مختلف وفين انت شايف ايه. انا شايف بصراحه ان السمنتم عند منطقه السمنتو انامل جانكشن، كلمه دي اسمها السمنتو انامل جانكشن، هو الحته اتصال اللي هي المنطقه دي، اللي هي نقدر نقول الكرونال بورشن، الجزء اللي فوق بتاع السمنتم ده، الحته دي هنا السمنتم ده وده، بتبقى ايه؟ قال لك بتبقى صغيره من 20 ل 50 مايكرو، رقم ده حفظ. اما كل ما بننزل تحت بيحصل لها بتكبر، بتوصل لاكبر حته، بتوصل عند الايبكس تحت، بتوصل ل 150 ل 200 مايكرو متر ات ايبكس، او منطقه الفوركيشن لو انت بتتكلم على اكتر من روت.
طب بالنسبة للراديوجراف، قال لك بالنسبة للراديوجراف افهم بقى معايا الحتة دي. انت عندك في انامل، وعندك في دينتين، وعندك في سيمنتم، وعندك في بلب. حلو. طب لو هنتكلم في الاكس راي، في الاكس راي انا مش انا طبعا انا اخر شرح مره شرحت دينتين من سنتين او من سنه مش فاكر، المهم من فتره كبيره يعني، فانا مش فاكر انا شرحتها ولا، فانا هقولها احتياطي لو انا ما كنتش قلتها. انا في الاكس راي في عندنا حاجتين في الاكس راي بنشوفهم، هو انت يا ابيض يا اسود، مش هشوف حاجه غيرهم. طب ابيض يعني ايه ابيض؟ ابيض معناها راديو اوبيك، واسود معناه ايه؟ اسود معناه بالراديو لوسنت. فانت عندك في راديو اوبيك وفي راديو لوسنت. طيب كل ما الحاجه تبقى صلبه اكتر، تبقى قويه اكتر، بتبقى ابيض اكتر. كل ما الحاجه تبقى ان اورجانيك اكتر، مينراليزيشن اكتر، بتبقى ابيض اكتر، راديو اوبيك. اذا تتوقع مين اكتر واحده فيهم بيضه؟ اكيد الانامل، بعديها دنتين، بعديها السمنت، بعديها البلب. اذا مين اكتر واحده فيهم راديو اوبيك؟ الانامل، بعديها الراديو اوبيك دنتين، بعديها الراديو اوبيك سمنت، بعديها لا انت بتعمل ايه يعني بعديها الراديو اوبيك؟ هو البلب ده راديو اوبيك، البلب ده حاجه سوفت تماما. اذا البلب ده راديو لوسنت. ليه؟ لان البلب ده حاجه سوفت، لان البلب اصلا ما فيهوش مينرال. فقال لك راديوجرافلي بتبقى ليس راديو اوبيك عن الانامل والدنتين، هي السيمنتوم بيبقى اقل، هو راديو اوبيك اه بس اقل من الدنتين والانامل. تمام، جميل. طيب بالنسبه للكيميكال كومبوزيشن، فهو عباره شبه الانامل والدنتين، عباره عن ان اورجانيك بورشن واورجانيك بورشن. الان اورجانيك بورشن بيبقى من 45 ل 50%. طب يا جماعه برضه عباره عن هيدروكسابتايت كريستلز والكلام ده كله، بس خلي بالك ودي اكتر حاجه مميزه فيها، هو السيمنتوم هو اكتر واحد فيه فلورايد في السنه كلها، the highest fluoride، فبالتالي هو اكتر واحد بيقاوم الكيرز عندك. اذا نسالك في الامتحان مين هو اكتر واحد بيقاوم يا جماعه عندنا، قال لك الفلورايد ده ال highest fluoride. انا بقول ايه اكتر واحد بيقاوم عندنا؟ السيمنتوم، لانه ده اللي ده highest fluoride concentrations. طيب بالنسبه للووتر الاورجانيك بورشن ده من 50 ل 55%، بتبقى عباره معظمها بتبقى كولاجين تايب 1. تمام يا جماعه، وممكن تلاقي تايب 3، فاحنا بنقول تايب 1 وتايب 3، بس مين الاكتر؟ تايب 1. وبنلاقي فيه طبعا حاجه اسمها جلايكوبروتين وجلوكوز امينو جلايكان، يعني دول متحفظوش، اهم حاجه بس تايب 1 وتايب 3 في الكولاجين. طيب نتكلم عن التايب اوف السيمنتوم. زي ما انت شايف في الصوره دي عندنا نوعين من السيمنتوم، النوع اللي فوق اللي ما فيهوش خلايا اسمه اسيلر سيمنتوم، وده اللي احنا قلنا السيكنس بتاعه صغير، والنوع الكبير اللي هو السيلر سيمنتوم اللي بقى فيه خلايا. طيب بالنسبه للاسيلر سيمنتوم الجزء ده، الاسيلر سيمنتوم ده تتوقع هو اول سيمنتوم يتعمل ولا 10 سيمنتوم؟ اكيد ده اول سيمنتوم يتعمل، اكيد هو فوق بتعمل السنه من فوق لتحت، فده فيرست فورمد سيمنت، ده اول سيمنت بيتعمل. زي ما انت شايف هو رفيع مش تخين، تمام يا جماعه، بيبقى ثين لاير، طبقه رفيعه جدا. طيب مكانه فين؟ كرونال ولا ابيكال؟ انت شايف ايه؟ انا شايف ان هو كرونال بكل بساطه، يبقى موجود سايد بتاعه بريدومينيت، يعني بيبقى قاعد فين؟ ان كرونال 2 ثيرد اوف ذا روت، قاعد في الكرونال 2 ثيرد فوق، في التلتين الكرونال اللي فوق. تمام يا جماعه. طب جميل، الاستراكشر عباره عن ايه؟ انا بتكلم على سيمنتوم حاجه صلبه، اذا هو كالسيفايد جراوند سبستانس، جراوند سبستانس بتاعته كالسيفايد، وزي ما قلت لكم عنده كولاجين فايبر. طيب عنده كولاجين فايبر، في منه نوعين كولاجين فايبر، في حاجه اسمها انترنسيك فايبر وحاجه اسمها اكسترنسيك فايبر. ايه الفرق بينهم بقى؟ وركز بقى معايا، ابوس ايدك، ركز معايا في الحته دي، لان في هنا انترنسيك فاكتور اكسترنسيك فاكتور، تعالى نتكلم برضو على السيلر هتلاقي فيه انترنسيك واكسترنسيك اهي. تعالى كان يتكلم، انا مش عارف هو بيعملها لك في جدول، اصل زمان كانوا بيعملوها لنا في جدول، يعني مش عايز اطمنك في جدول، ما علينا. هو الشابتر طويل كده، يا لا ونقعد اشرح ده كله، يا لهوي يا نهار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ما تعتمدوا على نفسكم يا جماعه، ما تعتمدوا على نفسكم وتذاكروا بقى يا جماعه. طيب افهم كده معايا يا جماعه، حسب الله وكيل. بص كده معايا، دي سنة اهي، تمام، وده السوكت، تمام يا جماعة، ودي البي دي ال، تمام، ده كده السنة بتاعتنا، وده البلب. طيب
انا هنا بتكلم على مين في الشابتر ده؟ انا بتكلم عن حاجه اسمها السيمنتم، صح؟ بس معلش بس العصر. طب تعالى كده نرسم السيمنتم، هرسمه لك بالاصفر لان هو لونه اصفر اصلا. طبعا انا رسم كده غلط، معلش لازم نرسمه صح. هو بيبدا ضيق 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 ضيق، وبعد كده بيوسع من تحت، ضيق 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 ضيق، بعد كده بيوسع من تحت، تمام. طيب بعد كده نرسم البي دي ال باللون الازرق، اي خدمه بلون لك كمان اهو عشان تفهم، تمام. طيب نتكلم بقى عندنا دلوقتي. انت عندك السيمنتم اللي هو باللون الاصفر ده، حلو. قال لك السيمنتم ده بيكون عنده نوعين من الفايبر، نوع اكسترنسك فايبر ونوع انترنسك فايبر. طيب تعالى كده يا جماعه ناخد الحته دي، ناخد سيكشن ده ونكبره. تعالى كده نكبر، مش يعني نكبر، ده البون اهو، ده البي دي ال، وده السيمنتم. يعني كبرنا الحته دي، خدنا الحته دي وكبرناها عشان بس نفهم مع بعض. ده العظم، ده البي دي ال، يا رب صبرني، وده السيمنتم اللي باللون الاصفر. طيب انا قلت لك السيمنتم فيه نوعين من الفايبر، انترنسك فايبر او اكسترنسك فايبر. انترنسك من اسمها انترنسك فايبر، يعني انا هعمل حاجه من جوايا. اذا انا هسمي الفايبر على اسم انا وعلى اسم حد غريب، على اسم انا. ودي اول حاجه عايزك تعرفها، ان الانترنسك فايبر هنا بعملها من نفسي انا، فعشان كده سميناها انترنسك، انا اللي بعملها من جوايا. طب امال الاكسترنسك فايبر مين اللي بيجيب الاكسترنسك فايبر دي؟ قال لك الاكسترنسك فايبر بتاعت السمنت بتيجي من البي دي ال، البي دي ال جايبها من العظم، جايبها من اي مكان بقى. فاذا انت عندك في انترنسك فايبر وفي اكسترنسك. الانترنسك فايبر دي جايه من السمنتم ذات نفسه، وطالما جايه من السمنتم ذات نفسه، اذا ايه الخليه اللي هتعملها؟ السمنتوبلاست. اذا الانترنسك فايبر هتعملها السمنتوبلاست. طيب بالنسبه للاكسترنسك فايبر، بالنسبه للاكسترنسك جايه من بره، جايه منين؟ من بره، من البي دي ال. طب لحظه كده، هي البي دي ال دي ايه؟ يعني هقول ايه؟ هنقول سمنتوبلاست، لا ده سمنتم. ودونتو بلاست، لا ده دنتين. اميلو بلاست، ده انامل. نقول ايه؟ البي دي ال ده فايبروبلاست. اذا الخلايا اللي هتعمل الاكسترنسك فايبر عندك اسمها يا جماعه، قال لك اسمها فايبروبلاست. ازاي مش مكتوبه هنا؟ مش عارف ازاي مش مكتوبه. المهم انت اكتبها انت، فايبروبلاست. اذا الخلايا تعملها اسمها يا جماعه، قال لك خلايا اسمها فايبروبلاست. طب جميل جدا. يبقى احنا عندنا الانترنسك فايبر ده بيشكل 10%، وده اللي الخليه بتعمله بس يبقى 10%، 90% جايه من بره. طب جايه من الاكسترنسك فايبر حاجه اسمها شاربيز فايبر. ايه شاربيز فايبر دي؟ شايف يا جماعه البي دي ال اللي باللون الازرق ده؟ قال لك البي دي ال ده بعد كده بيخش يتفرع لجوه. قال لك البي دي ال ده بيخش يتفرع لجوه عشان يمسك ويعشق. التفرعات او الايادي الصوابع اللي طالعه له دي بنسميها شاربيز فايبر، وهي اللي مسؤوله ان هي تدخل الفايبروبلاست انها تعمل لك الاكسترنسك فايبر. اذا الشاربيز فايبر اللي موجوده في البي دي ال هي المسؤوله كليه على الاكسترنسك فايبر. جايه منين؟ جايه من البي دي ال. طب تتوقع عامله ايه؟ لو ملاحظ هنا بص كده داخله اهو، عامله زاويه قايمه، زاويه قايمه، عامله زاويه قايمه، صح؟ ما هي بص كده داخله بالطول، عامله زاويه قايمه، تمام يا جماعه. فقال لك بتبقى perpendicular to cemento dentinal junction، تمام. طيب ده كده يا جماعه، وركز في الارقام 10 و90% عشان تتغير دلوقتي. طب تعالى نتكلم بقى في السيلر سيمنت الحته اللي تحت. قال لك بيبقى في اكسترنسك وانترنسك بس قد بعض 50 50، وفي برضو كالسيفايد جراوند سبستنس، بس مكان السيلر هيبقى فين؟ في الابيكال تو ثيرد، مش في الكورونال بقى، تمام. طب ما بقى كبيره ولا صغيره؟ جرادوال انكريز في السيكنس، بتكبر كل ما بنزل في الابيكس، كل ما بنزل تحت بتكبر، وبتبقى بعد الاسلر سيمنتم، تمام. طيب اذا نقدر نعمل مقارنه بين الاسلر سيمنتم والسيلر سيمنتم، اول حاجه الاسلر سيمنتم قاعده ايه؟ زي احنا قلنا في الكورونر 2 ثيرد، السيلر دي قاعده في الابيكال 1 ثيرد. السيكنس قلنا ايه اللي بيتعمل الاول؟ الاسلر. السيمنتو سايت، ودي بقى مهمه. ايه بقى السيمنتو سايت دي؟ هتتشرح بعد شويه، المفروض انها تتشرح بعد شويه. سيمنتويد، سيمنتو بلاست، افيلر سيمنتو، هي المفروض تتشرح، ما علينا. طيب انا اقولها لك انا، هي تتشرح هنا. سيمنتو سايد تتشرح. طيب ايه السيمنتو سايد ديت عشان نشرحه بعد كده نرجع؟ ايه السيمنتو سايد دي؟ قال لك دي بتبقى خلايا انسايد السيلر سيمنتم،
يعني انا مش فاهم. يعني بص بكل بساطه، انا مش انا قلت لك يا جماعه ان السمنتم بيفضل يتكون يتكون يتكون؟ طيب اوقات والسمنتم عمال يتكون يتكون يتكون، شويه خلايا السمنت بلاست بتتحشر، يحصل لها انتراب، تتحشر جوه. فلما خلايا السمنتو بلاست تتحشر بنسميها سمنتو سايت. اذا الاوريجين بتاع السمنتو سايت ايه؟ سمنتو بلاست. بس هل سمنتو بلاست عاديه؟ لا، سمنتو بلاست اتحشرت جوه مينرالايزد ماتريكس، فعملت لك السمنتو سايت. طب اتحشرت قعدت فين يعني؟ قعدت جوه بيت اسمه لاكونا، بيبقى واخد شكل اسمه سبايدر لايك، بيبقى واخد شكل، بص كده واخد كانه شكل السبايدر، تمام؟ دي بقى دي السيمنتو سايت اهي، قاعده جوه البيت اللاكنه، وطالع منها حاجه اسمها كانكيولاي او بروسيس، حته طالعه منها كده بتوصل بقى الخلايا دي في بعضها. يعني خلايا السيمنتو سايت دي عشان تمسك في خلايا السيمنتو سايت بنفس بقى بالكانكيولاي دي، كلهم بيمسكوا في بعض بنفس الطريقه دي، تمام؟ يبقى السايت بتاعتها موجوده في اللاكنه اللي هو البيت بتاعها، وتبقى زي ما قلت لك شكل سبايدر لايك، طالع منها بروسيس. البروسيس دي بنسميها ايه؟ بنسميها كانكيولاي، تمام؟ والسؤال المهم بقى هنا، البروسيس بتاعتها، انت لو جينا نبص كده على السنه مثلا، تمام، لو فرضنا ده البون، ده البي دي ال، ده السيمنتم. لما جينا نبص على السيمنتو سايت، دي خلايا السيمنتو سايت اهي، لان ان الخلايا السيمنتو سايت بص كده عشان تفتكر ليها ايد كده، ليها ايد يا رب تفتكر، ليها ايد كده وليها ايد كده وليها ايد بص كده وليها ايد كده. ده يفكرك بايه؟ يعني هي ليها ايدين، الايد راح اطول ناحيه مين؟ ناحيه جوه ولا ناحيه البي دي اللي بره؟ فكر كده، يعني اتوقع باينه قوي. دي السيمنتو سايت اللي بيقولنا الازرق دي، ليها ايد كده ناحيه البي دي ال وليها ايد ناحيه قريب. ليها ايد اطول فين؟ ليها ايد اطول ناحيه البي دي ال. طب ليه؟ بيقول لك معظم البروسيس بتاعتها دايركت تو البي دي ال سيرفيس. ليه يا جماعه؟ ليه بتبقى معظم البروسيس ناحيه البي دي ال سيرفيس اوف السيمنتوم، تمام؟ ليه؟ قال لك يا جماعه هي مش مكتوبه عندك بس تعرفها، هي مكتوبه لان البي دي ال ده مصدر التغذيه بتاعي، فعندي ايدي محتاج ايدي تبقى ناحيه البي دي ال اكتر علشان التغذيه تبقى اكتر، تمام؟ طب لو حصل لنا ديبر، كل ما ابعد عن البي دي ال كل ما يحصل لها عيش ولا موت، الاكل هيقل، فبالتالي ساين اوف ديجنريشن، يعني بيبدا يحصل موت، تمام يا جماعه؟ فهو الكلام هنا يعني مختصر تماما، هو بيقول لك بس كل ما ديبر كل ما تخش جوه السيمنتم اكتر وتبعد عن البي دي ال بقى في ديجنريشن، تمام؟ طيب قول لي بروف، قول لي دليل ان السيمنتو سايت بتاخد التغذيه بتاعتها من البي دي ال. وات از ذا بروف؟ اثبت لي ان السيمنتو سايت بتاخد التغذيه بتاعتها من البي دي ال. اول اثبات قول لي كده، انت فكر انت ليه السيمنتو سايت اثبت لي انها بتاخد التغذيه من البي دي ال؟ ان ايديها اكتر فين؟ ناحيه البي دي ال. موست اوف ذيز اوف ذا بروسيس ار دايركتد توورد البي دي ال، معظم البروسيس بتبقى ناحيه البي دي ال اللي هي تعتبر مصدر التغذيه. طب ايه كمان يثبت؟ ان انا كل ما ابعد عن البي دي ال كل ما الخلايا بتموت. قال لك ان ديبر لاير اوف سيمنتم، كل ما نبعد عن السيمنتم نخش جوه، سوري، كل ما نبعد عن البي دي ال نخش جوه في السيمنتم، السيمنتو سايت بيبدا يحصل لها ديجنريشن بتموت. ولو بعدت اكتر واكتر اللاكونه نفسها ممكن توصل انك تبص على اللاكونه تلاقيها فاضيه، خلاص حصل ان السيمنتو سايت انتهت، ما بقاش لها وجود، بقت اللاكونه فاضيه كل ما ابعد عن البي دي ال، تمام يا جماعه؟ بعد كاس السيمنتويد، والسيمنتويد عامل شبه الانامل سبيس، الانامل ماتريكس في الانامل، والدين اسمها ايه دي، والبريدنج تيم في الدنتين، ده فاهم اللي هو الحاجه السوفت منها. فالسيمنتم ايه الحاجه السوفت بتاعه؟ السيمنتويد اللي هو بعد كده بيعمل لك السيمنتم. محتاجين طبعا اسمه ده الالكالين فوسفاتيز انزيم انها تتحول السيمنتويد لسيمنتم. دي عباره عن ايه؟ انكالسيفايد سيمنتم، وطبعا دي في حاله استمرار دايما مستمر. طيب السيمنتو بلاست، مين المسؤول عن تكوين السيمنتو بلاست؟ الاندفرنشيت ميزينكامسل اوف الدنتال ساك. طبعا مكان فين السيمنتو؟ السيمنتو بلاست يبقى مكانها فين يا جماعه؟ على السيرفيس بتاع السيمنتويد، يعني بين الباندل اوف بي دي ال فايبر. يعني ايه برضو؟ قال لك بتبقى قاعده يا جماعه، افادنا ده عظم بي دي ال سيمنتم، هي قاعده على قاعده هنا كده، تمام؟ لان السيمنتويد بتبقى قاعده هنا، فهي قاعده فوق السيمنتويد على طول، تمام؟ يبقى اون ذا سيرفيس اوف سيمنتويد بين البي دي ال فايبر، يعني مش دي بي دي ال، بي دي ال بي دي ال، هي تبقى قاعده بين البي دي ال وبعضها كده، تمام يا جماعه؟ طيب شكلها قال لك على حسب،
لو هي اكتف فعندها السكس كرايتيريا اللي انا قعدت اشرحهم مليون مره، بالاضافه للالكالين 6 بلس 1. طب ليه هنا بلس 1؟ بلس 1 ده عشان هنا دي حاجه عظم، دي حاجه هنا عظم بتتكون، فلازم اقول بلس 1. وظيفتها اكيد وظيفتها تصنيع السمنت. طيب الانترميديت سمنتم، من اسمه انترميديت يعني ايه؟ يعني هو قاعد في النص، انترميديت قاعد في النص. طب قاعد بين ايه وايه يا جماعه؟ قال لك قاعد، ركز معايا، قال لك قاعد بين السمنتم وبين الدنتين. يعني ايه يا جماعه؟ بص كده، ده انامل اهو، ده دنتين، بين الدنتين والسمنتم، شايف الخط ده؟ ده الانترميديت سمنتم، ده الخط ده اهو، الخط ده اسمه الانترميديت سمنتم. تمام يا جماعه؟ فقال لك الانترميديت ده انترميديت لير اوف سيمنت اون سيرفيس اوف روت دنتين، يعني كانه طبقه على السيرفس بتاع الروت دي اللي هو بالاخر بين السمنتم والدنتين. طب بتلاقيه دايما فين يا جماعه؟ قالك ما بتلاقيهوش غير في البوستيريورتيس، دي اول حاجه، نادرا تلاقيه في الانتيرو والديسيدوستيس. ومش كده بس، ودايما بياخد الحته اللي تحت عند الابيكال تو ثيرد. طب الاوريجين بتاعه جاي منين؟ قالك طبعا الاوريجين ده علميا مش لسه مش عارفين الاكيد بصراحه جاي منين، بس اعتقد ان هو ممكن يبقى موجود، مفيش غيره، اللي بيسيد للروت هيد اوف هيرتويك قبل ما يحصل لها فريجمنتيشن انها تتقطع والكلام ده كله. تمام، الكلام ده كله كان زمان عندك شرحه بالتفصيل والكلام ده كله، دلوقتي بقى مبسط خالص يعني. تمام، طيب الاستراكشر بتاعه، قال لك الاستراكشر بتاعه الانترميديت سمنت عباره عن امورفس هاي لاير، بيبقى 10 مايكرومتر في الثيكنس بتاعه، بيبقى امورفس يعني ايه؟ ملهوش شكل معين، بيبقى نوع الهاي لاير. تمام، خطاف الهيستولوجي. طيب انترميديت سيمنتم زي ما قلت لكم امورفوس، ملوش شكل معين، الثيكنس بتاعه تحفظه زي اسمك 10 مايكرومتر، مهمه جدا، ولا ليه سيلر ولا فيه كولاجين، بس خلي بالك ده هايلي هايلي مينرالايزد. عارفين شبه مين يا جماعه؟ فاكرين يا جماعه اللي اسمه ده الابريزماتيك انامل؟ في عندنا بريزم وفي عندنا بريزمليس، فاكرين البريزمليس؟ هو البريزمليس. فاكرين كنت اقول لك البريزمليس ده عمودي فبيكون مينرالايزد عالي جدا؟ هو نفسه بيبقى هايلي مينرالايزد. اذا الانترميديت سيمنتم شبه البريزمليس، هايلي هايلي مينرالايزد. طب وظيفته ايه؟ قال لك ليه ثلاث وظائف تحفظهم زي اسمك. اول حاجه اتاتشمنت، ماسك سيمنتم بدنتين هلزقهم في بعض، يبقى اتاتشمنت اوف الشاربيز فايبر. ايه ده؟ مين شاربيز فايبر دي يا حاج؟ شاربيز فايبر مين؟ شاربيز فايبر دي فاكرها؟ اتمنى تكون فاكر. ايه شاربيز فايبر دي يا جماعه؟ ده العظم، ده البي دي ال، ده السيمنتم. قال لك شاربيز فايبر دي اللي طالعه من البي دي ال. تمام يا جماعه؟ قال لك ماسك اتاتشمنت اوف شاربيز فايبر تو روت سيرفيس، ماسك الشاربيز فايبر. يعني بص انا هبسطها لك بحاجه بسيطه قوي. احنا قلنا يا جماعه، بس عشان انا عايز احفظها لك بطريقه سهله قوي، صح؟ بص كده، ده البون. تمام، ده العظم اهو. تمام، وده البي دي ال. تمام، وده السيمنتم وده الدنتين. تمام، طب هي قاعده فين يا جماعه؟ قال لك هي قاعده اللون الاصفر ده، هي قاعده هنا. تمام، طيب هتعمل وظيفه للسيمنتم، وهتعمل وظيفه للدنتين، وهتعمل وظيفه ليهم هما الاثنين مع بعض. اذا الانترميديت سيمنتم هيعمل ثلاث وظايف، وظيفه لاخوه السيمنتم، وظيفه لصاحبه الدنتين، وظيفه ليهم الاثنين مع بعض. طب هيعمل للسيمنتم ايه؟ هيخلي السيمنتم يمسك في الشاربيز فايبر كويس جدا، يبقى هيخلي السيمنتم يمسك في الشاربيز فايبر، يبقى اول وظيفه اتاتشمنت اوف شاربيز فايبر تو روت سيرفيس. طب هيعمل اسمه ده للدنتين ايه؟ قال لك هيعمل دي، قال لك هيعمل سيل، هيسيل للسيرفيس اوف سنسيتيف روت دنتين. يعني ايه يا جماعه؟ الدنتين بتاعك يا جماعه بيبقى حساس قوي، الدنتين عنده حاجه اسمها الدنتينال تيبيول، الدنتينال تيبيول دي اللي فيها فلويد المسؤوله عن السنسيتيفيتي بتاعته، هو بيقفل يعني ايه؟ ما بيخليكش تحس بوجع، بيقفل لك الدنتينال تيبيول عندك. فلما يقفل لك الدنتينال تيبيول، كون ان اصل بص يا جماعه، الدنتينال تيبيول عامله كده صح؟ مش الدنتينال تيبيول كنا بنشرحها عامله كده؟ سهل جدا ان البكتيريا تخش جواها، انا محتاج حاجه تقفل الدنتينال تيبيول عشان ما فيش حد يعرف يخش ولا يقرب. فمين اللي بيقفل الدنتينال تيبيول اللي موجوده في الروت؟ هي الانترميديت سيمنتم. طب واخر وظيفه اللي هي هي الاثنين مع بعض، بيعمل سيمنت، بيلزق السيمنتم بالدنتين. اذا عمل وظيفه للسيمنتم، عمل وظيفه للدنتين، عمل وظيفه الاثنين مع بعض. طيب في عندنا حاجه اسمها الاي فايبر سيمنتم، شرحناها 1000 كده قبل كده 1000 مره، خلاص يعني انت المفروض تبقى عرفتها يعني خلاص. طب انواع السيمنتم، في بقى زي ما احنا قلنا، في اسيلر سيمنتم، في سيلر سيمنتم، في السيمنتوي، في الانترميديت، في الاي فايبر، ممكن تيجي انيموريت، دول كله شرحنا كل واحده فيهم، خلصناها خلاص.
طب ايه بقى خصائص السمنتم؟ اول حاجه في السمنتم عنده انكريمنتال لاين شبه الانامل عادي وشبه الدنتين. طب انكريمنتال لاين بتاعه اسمه ايه؟ انكريمنتال لاين اوف سالتر. ده بيتعمل انيولي سنويا. تمام يا جماعه، بيتعمل سنويا. طيب هيفيدني يا جماعه في الفورنسيك دنسري، في طب طب الاسنان الشرعي والكلام ده كله، يحدد لي عمر الانسان، حاجات يعني ولا عمرك هتسمع عنها بس ما علينا يعني. طيب الانكريمنتال لاين اوف سالتر مهمه جدا 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 جدا. ليه يا جماعه؟ بص كده بقول لك ايه، دي الانكريمنتال لاين الوحيده 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 اللي تعتبر هايلي مينرالايزد. احنا اي انكريمنتال لاين خدناها قبل كده كانت يا جماعه، كنت اقول لك دايما الانكريمنتال لاين سببها ايه؟ سوء تغذيه، ما اكلتش كويس، ما عدا الانكريمنتال لاين دي الوحيده اللي بتبقى هاي مينرال اند جراوند سبستانس، بتبقى عندها الكولاجين هو اللي قليل، ليس كولاجين عن اي جزء في السمنت التاني، بس ايه دي هايلي مينرالايزد. اذا انكريمنتال لاين اوف سنتر بتتعمل سنويا، بتبقى انديكيت لايه؟ برضه سكسيسيف فورميشن، كلهم سكسيسيف فورميشن، بس الستراكشر بتاعتها هايلي هايلي مينرالايزد. وزي ما قلنا السمنت طب ايه هو اكتر واحد فيه فلورايد زي ما احنا قلنا. طيب في عندنا حاجه اسمها الريفرسال لاين، والريفرسال لاين دي برضه بتبقى بين السمنت القديم وبين السمنت الجديد، بتبقى شكلها سكالوبت، عامله شبه برضو الدنتانو من جنكشن، برضو سكالبت بين السمنتم الجديد والسمنتم القديم. طب في بقى عندنا حاجه اسمها السمنتو انامل جنكشن، دي شرحناها قبل كده. قال لك بكل الحاجات دي كلها بسيطه طرف يعني، السمنتو انامل جنكشن، سوري السمنتو دنتانو، اسف السمنتو دنتانو جنكشن، اللي هو المسافه اللي بين السمنتم وبين الدنتين. قال لك دي دايما بتبقى سموز في البيرمنتيتيس، لو انت في البيرمنتيتيس بتبقى سموز، طب لو انت في الديسيدوس بتبقى سكالبت. حاجات يعني ما فيهاش شرح، انت فاهم، بتحفظها وخلاص يعني. نخش بقى على الجزئية دي، السمنتو انامل جنكشن، افهم بقى معايا في الحتة دي. قال لك يا جماعة السمنتو عندك او السمنتو انامل جنكشن بيمر بثلاث مراحل. بص كده معايا، ده الانامل اهو، ده الانامل اهو، هو مكتوب عندك انامل، وده السمنتو اهو. اوقات يا جماعه السمنتم بينتهي بشارب ايدج، بالنهايه بالظبط، بنهايه السمنتو انامل جنكشن بالظبط. واوقات السمنتم بينتهي قبل، يعني ده السمنتم وده السمنامل، بيسيب حته جاب فاضيه، لان الحته الجاب دي سبب فاضيه. واوقات العكس، اوقات بيطلع فوق الانامل. اذا بيمر ثلاث مراحل، او يعني هو واحده من ثلاث مراحل، يا يبقى بالظبط يا يبقى اقل من بالظبط، يبقى فوق الطبيعي. طب الحته لو وقع بالظبط، يعني بالظبط كده، بنسميها شارب لاين، ودي بتحصل في 30% من الحالات. طب لو وقع قبل الانامل، حمل هنا عندك جاب فراغ، فالجاب ده يعمل لك سنسيتيفيتي، حساسيه رهيبه، يبقى هايلي سنسيتيفيتي، حساسيه رهيبه. ما هو ليه الدنتينال تبول هنا مفتوحه، فيعمل لك حساسيه، وبتبقى 10% من الحالات. طب هو ايه سبب، ايه سبب ان حصل جاب؟ حصل سبب اللي حصل جاب ايه؟ قال لك بكل بساطه يا جماعه، فاكرين الابيثيليا روشيتي فيرتو؟ كانت الابيثيليا روتيتي فيرتوج قاعده اهي، لفرضا هنا دي الابيثيليا روتيتي فيرتوج قاعده. المفروض يا جماعه ان الابيثيليا روتيتي فيرتوج، المفروض الدنتال ساك، الدنتال ساك دي بتيجي تكسر الابيثيليا روتيتي فيرتوج علشان تبدا تمسك فيه الدنتين وتبدا تعمل لك سمنتم، صح؟ اه صح. حصل ان الدنتال ساك جت كسرت كله، بس يعني جت كسرت كله، تمام، بس كسرت تكسر الحته دي، مع كسر ثابت الابيثيليا روشيت فيرتوك في الحته دي. هل هنا اتعمل سمنتم؟ لا، بعد مرور السنين الطبيعي ده كفيسيولوجيكال هيتشال. جالك العيان بالمنظر ده سنسيفيتي، خلاص بسبب ديلي السيبريشن، ما انفصلش الابيثيليا روشيت فيرتوك بدري، فعمل لك اريا اوف دنتين نوت كفرد باي سمنتم. او ممكن الحاله الثالثه يبقى السمنتم راكب على الانامل، ده بتبقى 60% من الحالات، بتبقى هنا السمنتم اوفرلاب راكب فوق الانامل. تمام يا جماعه، ان السمنت ما هو فوق الانامل، تمام. طيب في عندنا حاجه بقى اسمها السمنتو جينيسيس، اللي هو ازاي السمنتم ده اتعمل. قال لك يا جماعه السمنتم بيتعمل زي اي حاجه في الدنيا، بيعمل الماتريكس، بعد كده نبدا يعمل المينراليزيشن بتاعه. اول حاجه السمنتم از فورمد، بيتعمل امتى؟ اثناء الروت فورميشن. طب مين اللي بيعمل السمنتم؟ السمنتو بلاست. طيب افتر فيرست لاير اوف الروت دنتين از فورمد، ذا ابيثيليال روت فيرتوج بيجن تو بيك اب. يعني يا جماعه دلوقتي يا جماعه انا مين اللي هيعمل السمنتو بلاست؟ تعالى كده نحكي القصه البسيطه مع بعض اللي احنا حكيناها مليون الف مره.
المفروض يا جماعه ان دلوقتي انا اتعمل لي الروتينتين خلاص، هفضل اتعمل لي الروتينتين تمام. انا يعني المفروض ان انت يا رب تبقى فاكر عشان تعبت من نقعد عيد تاني. المفروض ان انا خلاص اتعمل لي الروتينتين حلو، بس لسه ما اتعملليش السيمنتوم. فهنا المفروض كان في حاجه اسمها الابيثيليال روتد فيرتوج قاعده هنا اهي. المفروض ان الدنتال ساك بتيجي تكسر الابيثيليال روتد فيرتوج عشان تعمل لك ايه؟ عشان تعمل لك السيمنتوم. فبيقول لك اهو افتر فيرست، الاول لما يتعمل اول طبقه من الدنتين المفروض الابيثيليال روتد فيرتوج لازم يحصل لها بريك اب تتكسر. قال لك بقايا الابيثيليال روتد فيرتوج الابيثيليال روتد فيرتوج فريجمنت اكتومز ان كايمال سيل اوف دنتال فوليكل بيكام ديفرنشيت انتو سيمنتوم. يعني يا جماعه بيحصل ان الابيثيليال روتد فيرتوج بيحصل لها فريجمنت تتكسر، وبتبدا تيجي خلايا الدنتال فوليكل اللي هي الاكتومز ان كايمال او الدنتال ساك بتيجي ويبدا يحصل لها تلمس الدنتين وتبدا يحصل لها ديفرنشيت للسيمنتو بلاست. يقوم السيمنتو بلاست هيعمل لك اول حاجه سيمنتويد تمام يا جماعه، وبعد كده السيمنتويد يحصل له سيمنت او السيمنتو بلاست بتبدا تطلع الابوريت الماتريكس بتاعها. الماتريكس طبعا بيبقى عباره عن كولاجين فايبر انترنسيك فايبر وجراوند سب. ايه ده؟ مش ليه مش اكسترنسيك؟ لا ده الاكسترنسيك ده جاي من البي دي ال. يبقى تاني مين اللي هيعمل السيمنتوم؟ السيمنتو بلاست. عن طريق ايه يا جماعه؟ عن طريق اول لما يتعمل اول طبقه من الرودنتين المفروض الابيثيليال روتد فيرتك بتتكسر. عن طريق مين؟ عن طريق الاكتومزينكايمال سيل بتاعه الدنتال ساك او الدنتال فوليكل. بتيجي يحصل لها ديفرنت تتكسر السيمنتوم، سوري بتكسر الابيثيليال روتد فيرتك وتيجي تمسك في الدنتين. لما بتمسك في الدنتين بيبدا يحصل لها ديفرنشيت للسيمنتو بلاست، بيبدا السيمنتو بلاست يبدا يطلع الماتريكس بتاعه. الماتريكس طبعا هو بيبقى السيمنتويد بتاعه، بيبقى عباره عن انترنسيك فايبر وشويه جراوند سبستانس. حلو. طيب برضو طب بيبقى معاها ايه؟ طب انا دلوقتي طب في بقى قال لك في اكسترنسك فايبر، دي بقى جايه بقى هي مكتوبه اهي فايبروبلاست. قال لك بتبقى جايه فايبروبلاست جايه من الاكسترنسك فايبر وبتبقى اسمها شاربيز فايبر اهي. اذا ذا امبيدد بورشن، وعلى فكره دي هتجي لك في الام سي كيو او ممكن تجي لك كومبليت. ذا امبيدد بورشن الجزء اللي محشور، امبيدد معناه محشور من من البي دي ال جوه السيمنتوم، جزء محشور من البي دي ال جوه السيمنتوم بنسميه شاربيز فايبر. طب خلاص عملنا السيمنتويد بيبقى يحصل له بعد كده مينراليزيشن. خلاص هنا الكريستلز بتبدا تترسب على طول الكولاجين فايبر ان جلوبولار باترن. يعني كلمه جلوبولار المفروض انت بتدرس حاجه اسمها الباترن، في حاجه اسمها لاينر باترن بترصه بالطول، في حاجه اسمها جلوبولار باترن بترصه بالدوائر كده. المهم يعني تعرف ان هم بيترصوا بجلوبولار باترن ويبدا يحصل نيكوليشن سنتر ارزيز ان ذا بون كالسيفيكيشن. يعني يا جماعه بص كده، مش انا قلت لك بترصبه على هيئه كور دوائر؟ في بقى حاجه اسمها نيوكليشن سنتر اللي هو الحته اللي في النص بيبدا يحصل لها كالسيفيكيشن، هي اول واحده، وبعد كده العظم كله بيبدا يحصل له كالسيفيكيشن. بعد كده طبعا السيمنتوم بيحصل له جروس فريدماتيك بروسيس تمام يا جماعه، اللي هو بيبدا يتكون بقى عظم بقى قديم وهكذا، عظم جديد عظم جديد والعظم القديم. يعني بص كده بنكون سيمنتوم. السيمنتوم ده لسه جديد. السيمنتوم ده بعد كده فتره بيحصل له ايه؟ بيحصل له ان هو بيبقى كالسيفايد. بعد كده نعمل سيمنتوم، السيمنتوم بيحصل له كالسيفيكيشن، نعمل سيمنتوم بيحصل له كالسيفيكيشن وهكذا. حاجه اسمها الريزمنت بروسيس اللي هو as new layer of the matrix is formed the old one calcified. يعني يا جماعه يعني دلوقتي انا عملت سيمنتوم حلو، عملت سيمنتوم، واول لما اعمل السيمنتوم الثاني السيمنتوم ده بيحصل له كالسيفيكيشن. يعني عملت سيمنتوم حصل له كالسيفيكيشن، اعمل سيمنتوم بيحصل له كالسيفيكيشن وهكذا تمام يا جماعه. طب زي ما قلت يا جماعه اول طبقه من السيمنتوم اللي اسمها السيمنتويد اللي هو الطبقه اللي بتبقى سوفت، بعد كده بيحصل لها ان هي تبقى هارد تمام. طيب في بقى عندنا حاجه اسمها بقى الايج تشينج مع مرور العمر. بيحصل ايه يا جماعه؟ مع مرور العمر بيحصل حاجه اسمها هايبر سيمنتوزس. يعني ايه يا جماعه؟ هايبر معناها زياده، سيمنتوم اللي هو السيمنتوم، اوزز معناها ايه؟ دي نظريه بيحصل فيها اب نورمال تيكنينج في السيمنتوم، السيمنتوم بيزيد قوي زياده عن اللازم. السيمنتوم الهايبر سيمنتوز دي فيها منها نوعين طبعا هتدرسها بالتفصيل في الباثولوجي اورال باثولوجي الترم الجاي السنه الجايه قصدي. الهايبر سيمنتوز ممكن تبقى جنرالايزد واخده الاسنان كلها شبه مرض مشهور اسمه باتشي ديسيز. البيشنت ده بيجي لك عنده يا جماعه كل حاجه فيها تكلس، عظمه فيه تكلس، عظمه كتير. العيان ده بيمشي اصلا مشيته بتبقى ماشيه غريبه شويه، عنده عظم كتير، عارف حرفيا عنده عظم كتير، عنده سيمنتوم كتير في جسمه، عنده كالسيفيكيشن كتير في اي حته في جسمه. ممكن تبقى لوكالايزد في حته معينه تمام يا جماعه. طيب اللوكالايز ده ممكن برضو تبقى ديفيوز منتشره على السنه كلها، او ممكن تبقى ليميتد بس على حته معينه. يعني ممكن يبقى في هايبر سيمنتوز يعني الحته دي كبيره السيمنتوم ده هنا كتير بس هنا سليمه، او ممكن تبقى ديفيوز يعني السيمنتوم كله تخين. يعني ممكن السيمنتوم يبقى ديفيوز السيمنتوم كله هايبر سيمنتوز، او ممكن يبقى سمولر اريا اوف روت يعني حته صغيره بس من الروت هي اللي تخينه قوي زياده عن اللازم. طيب
بعد كده بيقول لك خلي بالك اللوكالايزد هايبر سيمنتوزز اون ذا توب اوف انامل دروب. اوقات يا جماعه بنلاقي مثلا فاكرين الانامل بيرل، تمام يا جماعه، دي قال لك الانامل بيرل قال لك دي عباره برضو بتسميها حاجه شبه الايه حاجه اسمها الاكزي سيمنتوزز. انت كده لخبطتني، انا مش فاهم حاجه. بص كده، فوقات بيحصل حاجه اسمها لوكالايزد هايبر سيمنتوز. يعني ايه لوكالايزد هايبر سيمنتوز؟ يعني حته سيمنتوم بقت زياده عن اللازم، بنسميها يا جماعه الانامل دروب، تمام يا جماعه، اللي بتبقى موجوده على اون ذا توب اوف ذا انامل دروب، تمام، اللي هو بص كده اللي هي دي، فاكرين ان احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، تمام، بتبقى موجوده دايما فين الانامل دروب دي لو انت فاكر، او الانامل بيرل، بتبقى حوالين الديجنريتد ايبيثيريال ريست لو انت فاكر الحاجات دي كلها قلناها قبل كده، او اوقات يا جماعه بيحصل لها فورمينج كالسيفيد بروجكشن. يعني يا جماعه الانامل دروب دي اوقات بيبدا يحصل لها كالسيفيكيشن زي ما انت شايفه، وبكالسيفيكيشن وبتعمل حاجه اسمها اكزي سيمنتوزس. كلمه اكزي معناها اخروج، سيمنتوز يعني حته خارجه من السيمنتوم، عباره عن سيمنتوم هي كمان، تمام. طيب في عندنا نوعين من السيمنتوم، في لوكالايزد سيمنتوم هايبرتروفي وفي لوكالايزد سيمنتوم هايبربليشيا. ايه الفرق بينهم؟ اتوقع قربنا نخلص يعني. طيب ايه الفرق بينهم يا جماعه؟ قال لك اللوكالايز، او ايه الفرق بين كلمه هايبرتروفي وهايبربليجيا، ونفهمها كده مع بعض، لانك انا مش عارف انت درستوها ولا لا قبل كده، لان الحاجات دي كلها المفروض انتوا خدتوها قبل كده في اسمه ده في المواد دي يعني، فانا مش عارف انتوا خدتوها ولا لسه، تمام. فانا عايز اكلمك بس ببساطه كلمه هايبرتروفي وهايبربليجيا ايه الفرق بينهم؟ تتوقع كده من اسمها هايبرتروفي وهايبربليجيا، الاثنين فيهم هايبر، الاثنين فيهم زياده، بس هنا هايبرتروفي وهنا هايبربليجيا، تتوقع ايه الفرق بينهم؟ قال لك الهايبرتروفي هنا يا جماعه زياده، الاثنين زياده، الاثنين السيمنتوم كبر، تمام ماشي، بس الهايبرتروفي هنا بتبقى زياده في عدد الخلايا. يعني ايه يا جماعه؟ قال لك يا جماعه بتبقى الخلايا عددها كتر زياده عن اللازم، يعني خلايا 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 من كتر الخلايا عملت لك الزياده دي، تمام. اذا تاني الفرق بين الهايبرتروفي والهايبربليجيا، قال لك يا جماعه الهايبرتروفي تمام هنا الاثنين زياده. طب امال ايه الفرق بينهم؟ قال لك لو جينا نتكلم مثلا على الهايبرتروفي، الهايبرتروفي هي زياده في السايز، تمام، بس سببه ايه يا جماعه؟ قال لك سببه زياده في عدد الخلايا، يعني عدد الخلايا كان زياده، يعني سوري يا جماعه، الهايبرتروفي زياده في حجم الخلايا. في الهايبرتروفي انا بص ابسطها لك، رفضنا دي مثلا دي كرة صغيرة ودي كرة صغيرة، قال لك الكرة دي حصل لها هايبرتروفي والكرة دي حصل لها هايبربليجيا، فرق بينهم. هايبرتروفي يعني الكرة دي جواها خلايا، الخلايا بتاعتها نفسها كبرت، بس هم نفس الثلاث خلايا، هم ثلاث خلايا هنا بقى هم ثلاث خلايا هنا. طب هنا كانوا ثلاث خلايا، بس هنا الثلاث خلايا كترو، بس كترو ايه؟ بالعدد مش بالسايز. انت فهمت قصدي؟ ده الفرق بينهم. اذا في الهايبرتروفي انا هنا زدت في السايز، حصل هنا اوفر جروث في السايز، تمام، وده هيفيدني في ده يعتبر حاجه كويسه. والهايبرتروفي زياده في الهايبرتروفي افضل من الزياده في الهايبربليجيا. الهايبربليجيا ده زياده في ايه؟ في العدد الخلايا. فالهايبرتروفي ده الاوفر جروث ده بيحسن الفانكشن كواليتي، بيحسن الفانكشن، بيحسن ان السيمنتا بيشتغل احسن. الهايبربليجيا ملوش دعوه بالوظيفه اصلا، ده زياده في العدد. طيب بس الهايبرتروفي ليه عيب، ان السنه في الوقت ده بتتعرض لستريس اكتر. ليه يا جماعه؟ الخلايا هنا كبرت، فكل ما الخلايا بتكبر بتتعرض لستريس اكتر، تمام. طيب بالنسبه لي اسمه ده للهايبربليجيا، فدي اصلا بتبقى موجوده في النون فانكشن توس، الاسنان اللي ملهاش فانكشن، اسنان مثلا محشوره مثلا تحت مال، يعني ايه؟ بتبقى قاعده في الاسنان اللي ملهاش اي وظيفه، تمام، جميل جدا. طيب يبقى ركز كده معايا، الهايبربليجيا بتبقى موجوده في النون فانكشن توس، الاسنان اللي هي ما بقاش ليها وظيفه، سنه مثلا يا جماعه محشوره تحت، سنه مثلا العيان ده عمره ما عدى على السنه دي، سنه اوقات كده يا جماعه مثلا يقول لك العيان يجي يقول لك يا دكتور انا دايما بعض على اليمين عمره ما عضيت على الشمال، الشمال دي خلاص بتبقى نون فانكشن ما لهاش وظيفه، هتلاقي فيها هايبربليجيا. ممكن حاجه تانية، كرونيك بيري ابيكال انفيكشن. يعني ايه كلمه كرونيك بيري ابيكال انفيكشن يا جماعه؟ بص كده افهم معايا،
دي سنه وده البلب. حلو. طيب حصل يا جماعه لسبب من الاسباب البلب ده مات. البلب ده لما يموت يا جماعه بيبدا يحصل له نيكروزز موت. من كتر ما البلب بيموت بيبدا ان الخلايا في البلب دي بتبدا تطلع لبره. تمام، خلاص البلب مات، فبيبدا يطلع بقى البكتيريا بقى كلها تطلع. ما البلب مات البكتيريا بتطلع. البكتيريا لما بتطلع بتعمل المنطقه دي اسمها الابيكالز، ابيكال فورمن، فبتعمل حاجه اسمها بيري ابيكال انفيكشن، عدوى حوالين الابيكال فورمن. العدوى اللي حوالين الابيكال فورمن دي بتعمل لك برده السيمنتم ان هو يتخن، بس بيبقى سيمنتم هايبر بليجيا. تمام، جميل جدا. طب هنا السيمنتم يا جماعه في الحته دي، الحته دي في النون فانكشنال تيس. طالما في النون فانكشنال تيس بيبقى فيه شربيس فايبر، اكيد مش فيش. ليه يا جماعه ما فيش شربيس فايبر؟ انا حاجه نون فانكشن مش هيبقى فيها اصلا بي دي ال. نون فانكشن يعني يا جماعه سنه اصلا جوه في السوكت لسه ما طلعتش. نون فانكشن هيطلع يبقى بي دي ال منين؟ يبقى ما فيهاش اصلا بي دي ال. على العكس هنا دي اريا اوف اتاتشمنت في الشربيس فايبر. دي بالعكس دي كمان بتعمل انكور. يعني ايه كلمه انكور؟ بتمسك في الالفر بون كويس جدا. ان دي الفانكشن دي الهايبرتروفي دي اللي بتحصل في الاسنان اللي ماسكه عادي. تمام، جميل. البريمابيليتي طبعا بتقل مع العمر، باي ايج جرادولي بتقل. تمام يا جماعه، طبعا من ناحيه البي دي ال، يعني من ناحيه البي دي ال خلاص بتقل. تمام يا جماعه. طيب اكسبت ما عدا الموست ريسنت لاير اوف السيمنتم. يعني يا جماعه السيمنتم في طبيعته مع العمر النفاذيه البريمابيليتي النفاذيه بتاعته هتقل. طب تخيل كده ان السيمنتم لسه معمول جديد، النفاذيه بتاعته تبقى عاليه. اذا السيمنتم بس القديم هو اللي النفاذيه بتاعته بتقل. اذا السيمنتم مع العمر بيقل، بس اكسبت ذا موست ريسنت لاير لسه سيمنتم معمول جديد هيفضل موجود في الابيكال اونلي. وافهم بقى معايا الحته دي. انا جالي عيان السيمنتم عنده سن عادي، والعيان ده عنده 40 سنه. يعني السيمنتم اللي عنده بقاله 40 سنه، اقول مثلا بقاله 10 سنه 30 سنه، صح؟ طب فالسيمنتم اللي عنده بقاله 30 سنه، تمام، فالسيمنتم اللي عنده ده يعتبر خلاص كبر في السن. يعني نفاذيه السيمنتم ده هتقل، بس خلي بالك السيمنتم بيتعمل طول ما انت عايش. فالشخص ده بعد 40 سنه في سيمنتم لسه بيتعمل. طب السيمنتم اللي اتعمل جديد ده المفروض الشخص ده خلاص كبر في السن، السيمنتم اللي هيتعمل ده بيبقى فيه نفاذيه، اه، بس نفاذيته بس بتبقى من ناحيه الابيكال ناحيه تحت بس. يعني مفيش نفاذيه في ناحيه الكورونال، بتبقى فيه بس النفاذيه من تحت. طب بالنسبه للتشينج في الفيزيكال والكيميكال ستراكشر، قال لك ده يا جماعه برضو بيبدا يحصل تشينج، تغيرات في الفيزيكال والكيميكال، تغيرات كلها. ده بسبب يا جماعه اوقات بيحصل حاجه اسمها بريدونتال بوكيت. ايه البريدونتال بوكيت ده يا جماعه؟ البريدونتال بوكيت عباره عن حاجه اسمها ابيكال مايجريشن اوف ال اسمه ده الجنكشن ابيسيري. يعني يا جماعه بص كده، المفروض ان البي دي ال ماسكه الجينجيفا ماسكه في السنه، لاي سبب من الاسباب البكتيريا بتبدا تاكل الحته دي، وبص كده بدات تعمل بوكيت. البوكيت اهو ده الفراغ ده اسمه بوكيت. هتاخده بالتفصيل في حوالي 7 شباتر كامله. ايه البوكيت ده؟ تمام، ده بوكيت. ايه البوكيت ده؟ ده فراغ اتعمل بين السنه وبين الجينجيفا. تمام يا جماعه، ده اسمه البوكيت. تمام، طبعا بيبدا يتكون بوكيت. تمام، فلما يتكون بوكيت ايه اللي بيحصل؟ شايف الفراغ ده؟ ما هو بص البوكيت ده بقى على مرور العمر شايف الحته دي بتبقى هنا. فايه اللي حصل؟ السيمنتم بقى ده كله باين. فبيحصل السيمنتم السيرفيس از باثولوجيكال اكسبوزد، بيبقى بارز لبره. تمام يا جماعه، فالكالسيوم والفوسفيت والفلورايد انتر فروم سلايفا تو سيمنتم. فالكالسيوم والفوسفيت كل حاجه هتخش السيمنتم، فيحصل لك هايبر مينرالايز اللي هو الهايبر سيمنتوز. اذا بكل بساطه السيمنتم مع مرور العمر بيحصل له اصلا ريسيشن سوري الجينجيفا مع مرور العمر بتنزل لتحت، ويبدا يحصل حاجه اسمها بوكيت يعمل لك البوكيت ده. تمام، يعني بص الفرق بين ده وده. بص كده هنا ده، شوف مفلزه هنا، بص بدات تفتح، عملت لك بوكيت اهو. ده بوكيت اهو، ده البوكيت. هنا مفيش بوكيت، هنا متقفله. محدش يقول لي ده بوكيت، لا، البوكيت من اول السيمنت وانامل جنكشن وانت نازل، ده نسميه بوكيت. انت معايا؟ هنا من السيمنت ونمل جنكشن، لا مفيش هنا بوكت. انت فاهم قصدي؟ اصل واحد يقول لي طب ما ده بوكت، لا مش بوكت. تمام، جميل جدا. طيب برضو يا جماعه الريسبشن، طبعا السيمنتم ده مور ريزيستنت للريسبشن عن العظم، فعشان كده السيمنتم ريزوبشن كان ممكن يحصل سيمنتم ريزوبشن امتى؟ لو حصل تروما بقى، خبطه قويه في السنه بتاعتك، او حصل اوكلوزال فورس عالي، او حصل حتى الاورثودونتك. حتى وقت ممكن الاورثودونتك يعمل لك المشكله دي. تمام يا جماعه. طيب after stop of resorption repair may occur by cellular or acid. يعني لو حصل مثلا عندك resorption، هل كده السيمنتم بيروح في ده؟ لا، السيمنتم بيقدر ان هو يعمل ريبير لنفسه بالسيلر والاسيلر سيمنتم عنده. طبعا الريبير بتاعه بيبقى نوعين، يا حاجه اسمها اناتوميكال ريبير يا فانكشنال ريبير. اناتوميكال ريبير يعني انا هرجع السيمنتم بنفس شكل الاناتومي بتاعه بالظبط،
بنفس الاوتلاين بتاعه بالظبط، بكل حاجه نفسها بالظبط كده، رجعت الانتوم بتاعه بس مش نفس الوظيفه. يعني انا برجع بعمل ريبير للسمنتا بس يعني ايه من غير وظيفه، انا برجعه على ايه تخضيط مكانه خلاص. او ممكن ارجع السمنتا بتاعي بالفانكشن، يعني هنا برجع طبقه واحده من السمنتا بتترسب، اه هي طبقه واحده، اه مش نفس الشكل وكل حاجه بس بتعمل نفس الوظيفه. دي حاجات طبعا هتفهمها لما تكبر يعني، بس تعرفها كنظري دلوقتي. تمام يا جماعه؟ طيب احنا خلاص قلنا الريفرز اللاين يعني، وقلنا الانكريمنتال لاين دي خلاص قلنا سكالوبت والكلام ده كله. ايه وظيفه السمنتا؟ اول وظيفه ليها انها تمسك في البي دي ال عن طريق شاربيس فايبر. تاني وظيفه ليها ده الميجور ريباراتيف تيشو فور روت سيرفيس، ده احسن حاجه عشان تعمل ريباراتيف. يعني يا جماعه لو حصل ان الروت حصل فيه اي مشكله او الكلام ده كله، هي المسؤوله انها تصنع روت جديد. تمام يا جماعه؟ زي ما قلت لك ريبيتد سيمنتم ديبوزيشن، سيمنتم فوق سيمنتم فوق سيمنتم فوق سيمنتم بيتكون، ده بيعمل لك يا جماعه كومبنسيت الاوكلوزال اوفر ايربشن. يعني ايه يا جماعه؟ قال لك لو حصل ان سنه المفروض ده مثلا سوكت وده السنه اهي، تمام يا جماعه، لو حصل ان السنه بدا يحصل لها اوفر ايربشن، السنه بدات تطلع لفوق، تمام، امتى السنه يحصل لها اوفر ايربشن تطلع لفوق او تطلع من السوكت بتاعها؟ لو انا عندي سنه مثلا ابر 6 تمام وتحتها لور 6، افرضنا ان انا خلعت اللور 6 ده، الابر 6 بكل بساطه بيحاول ينزل في مكان اللور 6 في الفراغ بتاع اللور 6، دي طبيعيه حاجه فيسيولوجي. لو انت عندك ابر 6 ولور 6 اي سنتين فوق بعض، إيه عندك مثلا ابر 6 ولور 6، لو انت خلعت اللور 6 الطبيعي ان الابر 6 هيبدا ينزل عشان ياخد مكان اللور 6، ده طبيعي. فانت طول ما سيمنتم بيتكون بيعمل كومبنسيت، بيعوض الاوكلوزال اوفر ايربشن. طب ايه بقى موضوع الاوكلوزال اوفر؟ يعني انا فهمتك يعني اوفر ايربشن. طب افرض بقى جالك عيان غريبه، جالك عيان عنده سنتين موجودين فوق بعض بس السنتين اوفر ايربشن، يعني السنتين بيحكوا في بعض جامد، فالسنه دي بتخبط في السنه دي وتعمل فورس عليها، والسنه دي تخبط في اللي تعمل فورس عليها، فوجود السمنتم ده بيعمل كومبنسيت، بيعمل اكت از ا كاشن، بيمتص الاوكلوزال اوفر ايربشن الصدمات دي، ويقدر ان هو يمتص الصدمات دي فبالتالي ما يعملكش اذيه يعني للسنه. تمام يا جماعه؟